بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن
في سر مخضوب
وصرنا إلى ما صار إليه تحت التراب وتقطع بنا الأسباب. ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات، ارحمنا يا ربنا إذا أتت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعات الممات. اللهم إلا نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربة والقبر وغمة والصراط وذلة ويوم القيامة وروعة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نرى وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك وجب عذاب نبيك ومصطفاك بسر ثواب الفاتحة. هكذا حتى الإمام الأستاذ أن السمع القرآن الكريم وحده يكون السبب القارئ.